كلمه عاميه زي ما هي عاديه بنغنيها في الاغنيه. اصل انا يعني مش متعود ان انا ازعل ولا اعمل اي حاجه، عشان يعني ماما بتقولي لما لو حد قالك انت مش بتشوفي ما تزعليش، يعني بعمل نفسي نايمه كاني مش موجوده. اصحى بدري عشان اروح السكول، بغسل ايدي، افطر، اذاكر، اتغدى، اتعشى، بنلعب بالباتيناج. انا مش بخاف عشان بطل، مهما لو وقع هقوم تاني. انا بساعد ماما في شغل البيت، يعني بعمل لها شاي وقهوه، لكن نسكافيه لسه ما جربتش. ايدي كلها يا تاني احنا بنحط نقطه عشان نعرف ان البيت. علمت البصيره في العصايه البيضاء، هي كويسه عشان بتساعدني امشي. نرفعها فوق بقى، ايوه، ونعدي. برافو عليك. لما المشكلة دي تفضل معايا طول العمر، فأنا بفكر بقى أعمل إيه؟ بحاول إن أنا أفكر، وصلت إن أنا الحمد لله هشوف بإيدي. بلعب مع القطط، كنت بحسس عليها لما تبعد، أنا بخليها تيجي عندي بدل السلالة. تعالي. نمت عشان بصراحة هم اللي عشان مصحيين الساعة 4 الفجر، وكنت فرحانة إني أقابل الرئيس عبد الفتاح الصراحة. لما أنا نمت كنت غرقت في النوم. لو بنتنا اللي موجودة ديت نامت، سيبها. أيوة سيبها يا سيدي، هي مع ربنا بقى. الرئيس هدول سيبها نايمة. أيوة يا سيدي، هي مع ربنا بقى. بعدين صحيت بقى كلمت الرئيس عادي والدنيا تمام. ازاي حضرتك يا فهمت الرئيس؟ ازايك يا حلوه. صباح الخير. صباح النور. صباح النور على البنور. خاف ليه من نقول الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ قلت له حضرتك عندك احفاد؟ قال لي عندي احفاد. بقول له ازاي بتقعد معاهم ان حضرتك على طول مشغول؟ معلش يعني لو كان عندي اي حد مش بيشوف، لازم نعلمهم الحاجات اللي انا اتعلمتها بالظبط. احساسنا بيهم بيقويهم فوق قوتهم. التعايش هو اساس الحياه.